النهائي اللي كان صراحة شيء مش طبيعي، شيء خرافي. الجدل التحكيمي كان كبير في الموضوع صراحة. الجماهير الأردنية كانوا طالعين بشكل، يعني أنا صراحة خفت، أنا حتى خفت أطلع أتكلم في الموضوع، يعني في حساباتي الشخصية أنا خفت أتكلم في موضوع التحكيم. المعلق فارس عوض في بداية المباراة، أنا كنت أتابعها، كان يقول بأنه هذا الحكم الصيني مثير للجدل في ركلات الترجيح، وأصلاً كان وشفنا ثلاثة ركلات ترجيح هي اللي فازت فيها قطر. الحكم هذا عنده مشكلة، قالوا إن ماضيه كان ماخذ، يعني الناس عشان كذا الأردنيين زعلوا، قالوا هذا الشخص. انت كيف شفت الموضوع؟ انا بالنسبه لي اشوف ان المباراه كانت شريفه من ناحيه الحكام. بلنتين، ثلاث بلنتيات كانت صحيحه 100%. البلنتي الثاني والثالث فضيحه، هذا اللعيبه اللي سببوا بلنتيات انت المفروض يعني تاخذ كرت وتاخذ طقه وبعد تطقه على راسك وتاخذ بلنتي. البلنتي الاول كان فيه مشاكل، قالوا انه في شوي ماده، بس انا اشوف انه خبث من اكرم، كانت ذكية منه ويستاهل بلنتي، وجزء من الكورة الخباثة هذه بالضبط. إذا أنت ذكي تعرف تحسبها صح فأنت تأخذ بلنتي صح، خلينا نقول ذكاء. الناس يقولون لا أنت خبطت رجلك في المدافع، لا لا، المدافع هو اللي ضايق، فأنت المدافع حطيت رجلك، فأنا أشوف أنها بلنتي صحيح وما في أي جدل تحكيمي.